بعد شوي كتب كتابي على رفاه. بدي غبلي شي 15 يوم. كتير كنت متمنى تكون معي. تعرف قديش غالي علي يا جاد؟ وقديش بفرح لفرحك، بس كمان بنفس الوقت عندي ضغط شغل فما حقدر كون. انت الله يصلحك، لك 10 سنين بتحب العصبية، ما عرفت تاخذ خطوة جدية. عم خبط لزق بتكتب كتابك عليها. يعني الزواج بلوي وانت حابب تبتلي هالبلوي، ما بعرف شو بدي اقول لك. بكل الاحوال اذا اعتزت اي شيء بتخبرني فورا. الله يحميك ويهنيك. اوكي سلام جاد. شربيل. نعم بك. شفت السياره الجديده اللي اجتني من يومين؟ نعم. حضر لي اياها، بدي ابعت هديه لجاد اليوم كتب كتابه. تكرم عينك بك. لا تخبر حدا، وخليوني ابعته بوكي ورد محرز باسمي. لاقي حدا غير جاد يكون مرافقك، اخذ اجازه طويله اليوم كتب كتابه.